كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعطي هدية لأحد عنده يعطيه ماء زمزم. ماء زمزم أعظم هدية، لأنه أبرك ماء على وجه الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، لأن الدعاء في القنوت مستجاب. إذا كان أراد أن يدعو لأحد دعا له بالقنوت بعد الركوع، أو أنه دعا على أحد كان يوجد، كما كان يحصل في أيام الجهاد يدعو على الكافرين أن الله يخذلهم ويهزمهم وينصر المسلمين عليهم، يدعو صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. يعني صلى الله عليه وسلم إذا كان يريد عنده نية الاعتكاف جاء فصلى الفجر، مثلا صلاة الفجر هنا الإمام صلى هنا، ثم مكان الاعتكاف يريد يعتكف هناك صلى الله عليه وسلم، بعد أن صلى الفجر قام إلى معتكفه، خلص جلس ما يتكلم مع الناس، مشغول بربه في ذكر مستمر وعبادة متواصلة، صلوات ربي وسلامه عليه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. كان إذا أراد أن يدعو للجيش بحفظ الله لهم أن يجعلهم في حفظ الله قال: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. وهذه سنة طيبة ومباركة ولها آثار عظيمة. عندما خرجت من البيت استودع أهلك عند الله، عندما سافرت استودع إخوانك وأحبابك وأصحابك وأهلك عند الله. استودعوا بعضكم بعضا، فيها بركة. أنت تطلب من الله أن تجعل هذا الرجل، هذه المرأة، هذه الأسرة، هذا المال، هذه الأمانة، هذا البيت، هذه الأنفس في وديعة الله وحفظه، والله يحفظ الودائع ببركة هذا الدعاء. كم من بلاء دفعه الله ببركة هذا الاستيداع. نعم.